والله اللي حصل في تفاصيل مش هقدر احكيها، مش هينفع تتحكي، بس كل اللي هقدر اقوله ان انا كنت متفقه مع الانتاج والاخراج على حاجات، فجاه لقيت حاجات تانية خالص، الاسم، الافيش، كل حاجه، كل حاجه اتغيرت تماما، مش اللي انا اتفقت عليه تماما. دي حاجة. تاني حاجة ان انا لقيت الموضوع فريندلي قوي، يعني بييجوا على حقوق الناس عشان صحابهم، فعشان كده قلت المسلسل ده انا هعتبر ان انا ما عملتوش، لان انا كنت متفقة على حاجات ومحدش نفذها، كان في مشاكل اكبر من كده. بس عايزة اوجه كل الشكر بجد بجد للدكتور اشرف زكي، لانه فعلا وقف معايا جدا يعني في الازمه دي، وعرف يجيب لي حقي. فثانك يو للنقابه بتاعتنا وللنقيب دكتور اشرف زكي، وربنا يقومه بالسلامه يا رب. لا وقت التصوير بصراحه، لان الحاجات دي بدات، المشاكل بدات، وبدات افهم ان كل اللي انا متفقه عليه ده طلع تثبيت اول ما رمضان بدا، اول ما عرضنا يعني. فمن هنا بدأت المشاكل. المشاكل بدأت أول رمضان، أول المسلسل نزل. خلاص عادي، ما بتحصل مع كل الناس، عمل وأنا ندمت إن أنا عملته، وندمت إن أنا وثقت في الشركة دي وفي الناس دي، وتمام حصل خير. بنتعلم إن شاء الله في مسلسل بنجهز له، لسه مش عارفة هيبقى رمضان ولا قبل رمضان، لأن الدنيا بسبب كورونا واقفة شوية. فيعني بقول يا رب ان شاء الله الازمه اللي احنا فيها دي والعالم كله فيها تعدي على خير يا رب، والدنيا كلها ترجع لطبيعتها يا رب. بالنسبه لردود الافعال، انا ما بنزلش خالص من البيت، يعني انا خلصت تصوير وقاعده في البيت عشان الكوارنتين، فما شفتش يعني، دايما الفيدباك بشوفه من الناس في الشارع اكتر. الدور طبعا جديد، واكتر حاجه بحبها طبعا الكلاب، لان انا بربي كلاب من زمان، من وانا طفله صغيره. بس النهارده بعمل سيشن مع الخيل، لان انا كان نفسي قوي، يعني انا دايما بحب اتفرج على صورهم، ما شاء الله على حلاوتهم. ممكن اكون لسه بخاف منهم شويه، لان انا مش اول مره اتعامل مع الخيل كده، بس انا بحب الحيوانات اكتر يعني. يا رب السيشن يطلع حلو ان شاء الله.